لو تقصينا واستقرينا موارد الشك في كتاب الله تبارك وتعالى، والقرآن يفرق بين الشك والريب، انتبهوا. زهاء 12 آية تتعلق بالنشأة الآخرة وبالبعث وبيوم القيامة، نفى الله وقوع الريب فيها. في هذه الآيات وقوع الريب في الآخرة في البعث منفي، لا ريب، لا ريب فيه، لا ريب، لا ريب، لا ريب. ما هو الريب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في أول ألف لام ميم السجدة، لا ريب. ما هو الريب؟ الريب غير الشك، انتبهوا. فرق بعضهم وهي تفرقة معتبرة بين الشك والريب، بأن الريب شك عن تهمة، الريب شك عن تهمة. فالقرآن لا ريب فيه، فعلا سدنة الشرك، طواغيت الكفر والوثنية من المكيين لم يرتابوا مرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعرفون أنه الصادق الأمين، وقد لبث فيهم عمرا من قبله. ما قالوا مرة أنه يكذب، لكن تهوكوا، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن أيها الإخوة، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، وما قالوا مرة إنه كذاب، حاشا، يعلمون. لم يتهم لأنه افترى على الله أبدا. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليس لديهم استعداد أن يخضعوا ويخشعوا ويبخعوا لهذا الحق، لأنه مبهض، لأنه مكلف، مكلف جدا أيها الإخوة، يكلفهم أكلافا وأثمانا ليسوا بعد على استعداد أن يدفعوها. في مقدم هذه الأكلاف والأثمان أن يتنازلوا عن كثير من مصالحهم واعتباراتهم الاجتماعية وحيثياتهم بين الناس، وهم ليسوا مستعدين، لا يريدون. لذلك هؤلاء المترفون دائما ذو الحيثيات العليا، الأعيان، الوجهاء، هؤلاء المترفون تقريبا في كل زمان وآن هم عداة الحق، أعداء الحق، خصوم الحق والمحقين، خصوم الذين يأمرون بالقسط من الناس. لماذا؟ لأنهم ليسوا على استعداد أن يتخلوا عن مكاسبهم، مكتسباتهم التي تغولوها بطرق الباطل والإفك والزور، وليس بطريق الحق والاستحقاق، بالإفك والباطل والزور. هذه القضية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.